اشتغلي بحدود 20 صوره باليوم 30 صوره باليوم، مع الايام بدا معدل الصور يزيد. ما شجعني اكثر انه في احدى المسيرات بعد جمعه الكرامه فتره بسيطه خرج الشباب في مسيره، فانا انطلقت ناحيه المستشفى الميداني. بعد ما خرجت بدايه المسيره قليل ثم رجعت المستشفى الميداني، رجعت مع اول جرحى وصلوا المستشفى الميداني، فصورت صور الجرحى وعلى طول رجعت للمركز الاعلامي ورفعت هذه الصور في صفحتي الشخصيه وفي صفحه المركز الاعلامي. بعدها بدقائق شفتها على مجموعه من المواقع الاخباريه مثل موقع مارد بريس، المصدر اونلاين وغيرها من المواقع الاخباريه، استخدمت هذه الصور. شعرت انه للصوره معنى وللصوره اهميه وقيمه، وانه فعلا انا ممكن اوصل صوت الثوره عن طريق الصوره، لان الصوره بحد ذاتها هي ثوره، بحد ذاتها الصوره هي ثوره. لذلك بعد ذلك بعد ما شفت الصور اللي انا صورتها وكنت اول من التقط تلك الصور، انتشرت في كثير من المواقع سواء على المواقع الاجتماعيه او المواقع الاخباريه. بين البيت والمدرسة في البداية، وبعدين ما بين البيت والجامعة، وخاصة فترة الجامعة يعني ما فيش أي حاجة بحياتي سوى جامعتي، دراستي، شغلي في البيت، صديقاتي، أقاربي، أحبابي، هذه حياتي كلها، يعني حياة اجتماعية عادية بسيطة جدا. طبعا احنا كنا نشوف وضع اليمن من يوم ليوم كان بيتحول للأسوأ، الوضع السياسي كان بيسوء جدا. يعني بدأت المشاكل السياسية تسوء من سنة لسنة ومن أسوأ إلى أسوأ. كنت أشوف وضع مش بس اليمن، كنت أشوف وضع الدول العربية بشكل عام، كل شيء بيتحول إلى الأسوأ. الفساد بينتشر في الدول العربية وخاصة في اليمن كان ينتشر بطريقة فظيعة جدا. مجرد ما يطلع الشخص كان شخص عادي جدا، مجرد ما يصير وزير فجأة وبدون مقدمات، ما يقلش عن سن أغنى، نشوفه من أغنى الرجال داخل اليمن. وكلنا نعرف إنه في فساد إداري، في فساد مالي داخل الدولة، الجرعات بتزيد، الغلاء الأسعار بيزيد بشكل فظيع جدا. أنا كنت دائما أقول لأهلي في البيت، لصديقاتي، الشعوب العربية مش حتستمر بهذه الطريقة، الشعوب العربية حيجي لحظة من اللحظات وحتنفجر، الشعوب العربية حيجي لحظة من اللحظات وحترفض هذا الوضع وحتقوم ثورات. مستحيل نحن حنضل نستمر على هذه الحال، لأنه حالنا بيتطور من الأسوأ إلى الأسوأ. أول ما بدأت الثورة في تونس كنت مش مصدقة أن الشعب التونسي خرج بثورة. فجأة بدأ الشعب المصري بيخرج، وخلال 18 يوم سقط حسني. بصراحة سقوط حسني ذاك اليوم كان بالنسبة لنا هو سقوط علي عبد الله صالح، وسقوط كل رئيس طاغية ودكتاتوري في الوطن العربي كامل. مصر هي أم الدنيا، ومصر تقريباً أي تأثير يحصل في مصر بيتأثر جميع الشعوب العربية، بتتأثر ما يحدث في مصر. بالنسبة لنا سقوط حسني مبارك وسقوط علي عبد الله صالح وسقوط معمر القذافي، سقوط جميع الرؤساء العرب العملاء للغرب واللي أهانوا شعوبهم بتصرفاتهم. شعب يريد
أذكر يوم جمعة الكرام أني كنت أنا بالمنزل، ما كنتش طبعا أصور من قبل نهائيا. كنت أتابع ما يحدث في جمعة الكرامة لأنه كان بيتنا قريب جدا من ساحة التغيير. نزلت بعدها لساحة التغيير تقريبا بعد العصر. بعد جمعة الكرامة تقريبا ثالث يوم أو رابع يوم الوالد أحضر لي كاميرا صغيرة وقال لي لو حصل أي اعتداء آخر ضد شباب الثورة كن حاولي تصوري من المنزل، وإن شاء الله بعد كذا بنحاول نرسل الصور لبعض القنوات الفضائية ليتعرف العالم أجمع ماذا يحدث للشباب السلميين من اعتداءات قمعية ضد الثوار. هلا فطبعا بدات بعدين استخدم الكاميرا هذه بتصوير الاطفال. كان يعجبني الاطفال اللي بالساحه اللي كاتبين شعارات ارحال على وجوههم، اللي النساء اللي رافعات بعض اللوحات المطالبه برحيل النظام برحيل علي عبد الله صالح. فكان يعجبني اصور تلك الصور بعد ذلك ارفعها لصفحتي الشخصيه بدون اسم بدون اي شعار من اجل صديقاتي الناس اللي اعرفهم عن طريق الفيسبوك يشاهدوا تلك الصور. أنا من قبل الثورة ما كنتش أحب التصوير نهائياً، ما أحبش أمسك الكاميرا نهائياً، من النوع اللي كنت ضد الكاميرا. يعني حتى لما كانت أختي، كان أذكر أن أختي صغيرة اللي أصغر مني كان دائماً تحب التصوير وتحب تجي تصورنا، وكنت أحاول أهرب منها ما تصورينيش أبداً. أذكر كمان في الرحلات الأسرية كنا نروح عدن، كنا نروح أي منطقة سياحية داخل اليمن، كنت أرفض تماماً أني أحمل كاميرا أو أني أصور فيها. لكن مع الثورة بصراحة بعد ما حسيت أن الصورة هي اللي بتوصل صوت ثورتي، خاصة بعد الاتهامات اللي كان تنقال ضد الشباب أنهم غير سلميين وأنهم بأسلحة وأنهم فوضويين وأنهم مخربين، فأيقنت أنه فعلاً الصورة تعتبر ثورة بحد ذاتها، والثورة هي من أوجدت المصورة نادي عبد الله. كيف الحال؟ الحمد لله تمام. طلعه هذا المخبى عباس زلط زلط اليوم زلط ارجعوا المسيرة. اللي ما بيرجعش المسيرة يا ويلو. يلا. ما حليش من الطلقة. اجمل صور في الثورة اللي صورتها انت. فتانكس يا استاذ محمد الصف. بداية الثورة فعلاً عانيت معاناة شديدة جداً من ثقافة المجتمع كمصورة بسبب رفض المجتمع أصلاً للكاميرا. المجتمع مجرد المواطن بعض الأحيان اليمني بسبب الجهل اللي انتشر لفترة طويلة جداً في حياة الشعب اليمني، خاصة خلال 33 سنة لم يحصل أي نهضة تعليمية لهذا المجتمع، لم يحصل تثقيف لهذا المجتمع. فبسبب هذا الجهل كان في ثقافة سائدة عند المجتمع اليمني انه الكاميرا هذه عدو لك، ليست الكاميرا من يوصل صوتك، من يوصل طلباتك، من بالكاميرا يمكن ان تحقق ما تريده. فعانيت في البداية في بداية الثورة بسبب هذه الثقافة، لكن بعد كذا لاحظت ان الثوار بدأوا يتأقلموا مع الموضوع، بدأوا يشعروا بأهمية الكاميرا، بدأ الكثير منهم يطالبني باني اصوره عشان اوصل صوته او اوصل قضيته للرأي العام.
مع الأيام تعودوا لأنه لازم تكون نادية موجودة في كل مسيرة. فوصلت في الفترة الأخيرة أنه إذا ما خرجت المسيرة ألاقي اتصالات من الشباب يقولوا وين أنتي، يعني مش هتبدأ المسيرة لغاية ما تجي مصورة نادية عشان تخرج معنا المسيرة. أي سؤال؟ أنا عمري ما صورت. إحنا خرجنا من بداية الثورة من أجل سيادة القانون على الجميع. عانينا معاناة شديدة جدا باليمن أنه لا يوجد سيادة القانون على الجميع، لا يوجد المواطنة متساوية بين جميع أفراد المجتمع اليمني، لا يوجد عدالة، يوجد هناك قضاء فاسد، يوجد فساد إداري ومالي داخل الدولة. هذا ما دفعنا للخروج للشارع، دفعنا للمطالبة بالحرية، بالحقوق، بالعدالة، بالمواطنة المتساوية بين جميع أفراد اليمن. خرجنا من أجل بناء دولة مدنية حديثة حقيقية. قاله الرسول صلى الله عليه وسلم عن أهل اليمن. كان هذا الحديث وقع كبير جدا على شباب الثورة، خاصة أن نحن اتخذنا السلمية كوسيلة لنا في ثورتنا، فكانت مطابقة مع هذا الشعار أو مع هذا الحديث أن الإيمان يمان والحكمة يمانية. فمن باب الحكمة أنك تطالب بحقوقك، تطالب بالحرية، بالعدالة، لكن بطريقة راقية، بطريقة سلمية لا تؤذي فيها أحد. فكان هذا الشعار له وقع كبير جدا، كان بيدفعنا، يعني كان كل ممكن ان احنا نفكر باللاسلمية او نفكر بالرد على النظام بالاسلحة او شيء، نشوف هذا الشعار ونتذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ونستمر بسلميتنا بدون تخريب. بس التخريب هذا ادخلوا وكسروا. طبعا انت بتقول فلسفة، يعني فيك غضب غير على الرسول صلى الله عليه وسلم بتكسر تلقائيا يعني. طبعا في كانون السرق فالنتيجة ايش؟ المركز احنا كنا مجموعة من الشباب والشابات داخل هذا المكان، معنا موقع على الانترنت، ويب سايت، عندنا مجموعة من الصفحات على اليوتيوب وعلى الفيسبوك وعلى تويتر. كنا نعمل جميعا كخلية واحدة. انا كنت انزل اصور وكثير من الشباب كانوا ينزلوا يصوروا.
ارجع على المركز من اجل تجهيز الصوره رفعها على الانترنت. شخص اخر داخل المركز مثل باسم مغرم ياخذ تلك المجموعه من الصور ويقوم بنشر الخبر على الويب سايت yemenforall.com. فكان العمل متكامل، منهم من يشتغل على الويب سايت، منهم من يشتغل على التصوير، منهم من يعمل على نشر الاخبار في صفحه الفيسبوك والتويتر واليوتيوب، منهم من يعمل على منتجه الفيديوهات ورفعها وارسالها للقنوات. فكنا كفريق واحد، فريق إعلامي أو مركز إعلامي، نحاول قدر الإمكان تزويد القنوات الفضائية المحلية والخارجية والصحف الإلكترونية والمقروءة والجميع وسائل الإعلام، نحاول تزويدها بأكبر قدر ممكن من الفيديوهات، من الأخبار، من الصور. بناخذ هنا صور بيحتفظوا من مختلف شوارع صنعاء، من مختلف شوارع العاصمه صنعاء، بالعشرات بالمئات، قد يصلوا الى الالاف، خاصه انه في الفتره الاخيره بقايا النظام بدات تستفز بشكل كبير جدا المتظاهرين او الثوار. علي صالح رغم اخذه للحصانه لكنه لا زال يقوم ببعض الاعمال المستفزه للشعب اليمني. الآن بصوركم. تجدوا أكثر عدد ممكن. أنتوا محمد أيوة أنتوا. سهل يا عباس. سهل. لوحة رفعة كبيرة لدماء الشهداء. محاكمة قادمة. عيد اللقطة، عيد اللقطة. بنلاحظ في المسيرة إنه كثير من الشباب رافعين صور عدد من الشهداء الذي سقطوا في ساحة الحرية والتغيير، كوفاء منهم، مع إنهم لن ينسوا دماء شهدائهم أبدا، سيستمروا بثورتهم حتى تتحقق جميع الأهداف التي خرجوا من أجلها. قدموا الكثير من الأرواح، قدموا الشهداء. شهداء هؤلاء لم يسقطوا من أجل شيء، سقطوا من أجل بناء دولة مدنية حديثة، سقطوا من أجل سيادة القانون على الجميع. زملائهم لا زالوا أوفياء بهم إلى الآن. لو تلاحظ هذا إحدى أخو إحدى الشهداء الذي سقط في ساحة التغيير، أخو بندر صح؟ أخوك كان عمره تقريباً 13 سنة، تقريباً كان أخوه 13 سنة، كان من ضمن المعتصمين داخل ساحة التغيير. طبعاً كان من أكثر الأطفال نشاطاً داخل الساحة، كان يحب صح الرقص وكان عنده حماس ومتفاعل مع الثورة بشكل كبير جداً. في تقريباً في أحداث 18 9 أحداث كنتاكي سقط بندر شهيداً
عند خروجه بمسيرة بمسيرة سلمية بمسيرة تصعيدية. خرج بندر مع الثوار مع الشباب، خرجوا بثورة بمسيرة سلمية. كان بندر من ضمن الذي خرجوا من ضمن الشهداء الذي سقطوا بتلك المسيرة. هذا جزء بسيط من مجازر النظام القمعي في اليمن، من نظام علي صالح. سقوط الكثير من الأطفال في تلك الأيام خلال الثورة، لم يكن طفل أو طفلين، وإنما كانوا العشرات من الأطفال. وهذا ليس بتقارير منظمات متخصصة، منظمات متخصصة بالطفولة هي من أصدرت تلك التقارير ومن أصدرت تلك المجازر البشعة.